إذن مبروك للاعب وجد الدبياني جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومبروك كذلك لمصلحة فريق شباب المدينة التأهل والوصول إلى دوري الأربعة. إلى جانبي الآن نجم المباراة ولاعب فريق شباب المدينة اللاعب وجد الدبياني. كابتن، مبروك الفوز والانتصار، قدمت مباراة كبيرة لكن التحفظ ربما يعني قتل المتعة في هذه المباراة، لكنكم بالخبرة حسمتموها في النهاية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. طبعا مباريات يعني خروج مغلوبة أكيد حيكون فيها تحفظ، ويعني فريق المدينة متحفظ وكان فريق البلدي برضو متحفظ، ويعني غلطات في المباراة اللي تكون حاسمة. فريق المدينة كان قريب من الخسارة لكن الخبرة كان لها الدور الكبير في النهاية، سجل الهدف في آخر 30 ثانية، كيف تعلق على هذا الانتصار والتأهل إلى دوري الأربعة؟ والله هذا كله توفيق من ربك، يعني نقدر نقول إنه توفيق من ربنا، وإن شاء الله الجاي أحسن بإذن الله. مرحلة صعبة تغطيتموها، بماذا تعدون الجمهور في الفترة المقبلة وفي دوري الأربعة؟ لقاء سيكون صعب وصعب للغاية أمام فريق أساس الربيع بطل النسخة الماضية. إن شاء الله نوعد الجمهور في البطولة بإذن الله. الله يبارك. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا، كان هذا وحديث اللاعب اللواء وجد الدبياني نجم المباراة ولاعب فريق شباب المدي. المدي إذن يصعد إلى دوري الأربعة بينما يغادر الفريق الآخر فريق شباب البوادي البطولة.